إلا كان حب قيس وليلى أسطورة في الشرق، وحب روميو جولييت كاين في أسطورة في الغرب، فرا عندنا الأمازيغ كاينة واحد الأسطورة اللي كتعتبر من القصص الأسطورية اللي خاصنا نديروهم مسرحيات ونحولوها الأفلام ولما لا الروايات. قصة عشق عابرة للزمن والمكان، أسطورة إسلي وتسليت، كاين اللي كيعرفها وكاين غير اللي زار المنطقة فاش كاينة، اللي ولات من الأساطير الدرامية اللي خلات الطبعة ديالها في الثقافة الأمازيغية المغربية في إيمرشيل. بقاو معايا باش تعرفوا تفاصيل ديال هاد القصة التراجيدية اللي كتأرخ لأعظم قصة عرفها الأمازيغ. القصة بدات فاش أنه الشاب محا اللي كان ولد من ولاد قبيلة أيت إبراهيم، كان واحد النهار كيتمشى وشاف واحد البنت اللي سميتها حادة. موحى تزعط في حادة ولا كيبغيها لحد الجنون، حتى هي بغاتو، ولكن موحى ما دارش الحساب لواحد البلان، هو انه حادة كانت بنت من بنات ايد عزة اللي كانوا ديما في عداوة مع قبيلة موحى، والسبب ديال هاد العداوة كيف ما بزاف ديال القبائل هو الحدود، منابع ديال الماء، الاراضي الزراعية، واي حاجة كانت كتستاهل واي حاجة ما كانش كتستاهل. علاش لحتي ليا الزبل هنايا؟ علاش هضرتي ليا مع الدري؟ علاش ضربتي ليا الدري الصغير؟ ولكن واخا العداوة محا ما تسوقش لهذا الشيء، في اي فرصة جاتو كيتلاقى بها بلا ما يجيب حتى واحد الخبر. في وسط هاد المشاكل ديال الصراع ديال القبلية اللي كان عندهم موقفوش، وفي كل نهار كيدوز كيزيدوا يبغيو بعضياتهم، العشق الاخوة العشق، محا وحدة ما قدروش يصبروا مازال، بغاو بزوج يتجمعوا في دار وحدة وقرروا يصرحوا عائلتهم. موحى مشى عند با قال ليه ابا باهتي غدا تيري غدا البتات وري غتقبل غيات يضني. با غير عرف راه من ايد عزة، قال ليه ما يمكنش تزوج بنت من ديك القبيلة، وحدة حتى هي صرحت عائلتها، ونفس الشيء غير عرفوا راه الدري من ايد ابراهيم، قالوا ليها والله لك هليك وهوي هوي هوي، وديما كيبغيو يقنعوهم والو، الحقد والكور اعماينهم. وكاين روايات اللي تيقولوا انهم مشاو عند واحد صالح اللي سميتو سيدي احمد ام غاني، اللي معروف بحكمه ديالو ورزانه، ولكن حتى هو كان صعيب يعاونهم. وبهذا الخلاف والعداوه اللي كانت بين هاد الزوج قبائل ديال موحى وحده، العشاق استسلموا لهذا الواقع المرير اللي ما خلاهمش يكونوا في سقف واحد، ما خلاهمش يكونوا في دار وحده. حادة حبست راسها وبكات لدرجة أنه الدموع ديالها موقفوش، واللي كونوا بحيرة اللي تسمات بحيرة تسليت اللي كتعني العروسة أو الخطيب، وحتى موحى ما قدرش يوقف بكاه اللي دموعه كونوا بحيرة يسلي واللي كتعني العريس، واللي خلى هاد الأسطورة تكون أكثر تراجيدية وحزن فاش غادي تقرر حادة تنتحر وغادي تغرق راسها في البحيرة التسليت اللي تكونت بالدموع ديالها. ونفس البلان داروا موحى، غرق راسو في بحيرة إسلي. وهكذا كملت القصة الأسطورية ديال إسلي وتسليت اللي خلات قبائل أيت حديدو اللي فيها قبيلة أيت إبراهيم وقبيلة أيت عزة تحلف أنه ما عمرها تمنع شي واحد بغى يتزوج من القبيلة وتيسر لهم الزواج من خلال زواج جماعي اللي معروف دابا بموسم الخطوبة إيمرشيل، واللي كيتعتبر اشهر موسم ديال الخطاب في العالم. قبل ما نختم بالنسبه لهذا الموسم ديال إيمرشيل، باغي غير ناكد لواحد الحاجه اللي كتنتشر بزاف، انه البنات تما ماشي كيتباعوا كيف ما كيقولوا شي ناس، لانه هذاك مهرجان لعقد القران او الزواج بالخطاب. المهم يا اخواني، راه هذه غير روايه من الروايات اللي كتدور على هذه البحيره ديال إسلي وتسليت. وكيف العادة إلا غلطت في شي معلومة عافاكم عافاكم إلا ما صححوها في التعليق، ولا عندكم شي رواية أخرى ديال هاد القصة بارطاجي معنا العلم ديالك، وما تنساوش تدعموا القناة بشي اشتراك باش نوصلوها لمليون باش نطلعوا المحتوى مزيان. أريغاتو غوزايماس، بالسلامة عليكم إلى اللقاء.